السلام عليكم. احنا اليوم في سوق الوكر القديم. من برنامج لياقة في حلقة اليوم راح نتكلم فيه على تمارين تشمل جميع عضلات الجسم بالدنابل. تابعونا. طبعا في البدايه راح نبدا بالاحماء، والاحماء اي طريقه تقدر انت تسويها، ولكن تعتمد بشكل رئيسي على شده منخفضه ولفتره طويله نسبيا. يعني انا اقدر اسوي تحريك للمفاصل بشكل عام، او اقدر اسوي هاينيز في مكاني، او اقدر اسوي نط الحبل. اهم شيء مجهود بشده منخفضه ولمده 10 دقائق 15 دقيقه، يعتمد على الاجواء المحيطه. اذا كانت حراره منخفضه بارده راح ازيد الاحماء، اذا كانت درجه الحراره عاليه لازم عادي انزل الاحماء. طبعا راح ابدا بالاحماء الحين عباره عن جري خفيف في مكاني لمده دقيقه. تقدر تتحرك جهه اليمين، جهه اليسار، تتحرك جهه الخلف، ما عندك مشكله، اهم شيء انك تتحرك بمجهود منخفض. 5 دقائق 10 دقائق، يعتمد على التمرين. بعد ما اخلص انا الجري مكاني وارفع درجه حرارة الجسم ونبضات القلب ويستعد الجسم للتمرين، أبدأ بالاسترتشات الثابتة. جهة اليمين 15 عدة، أروح جهة اليسار، أروح للأمام، أروح للخلف. البعض يستهين بالاسترتشات اللي تخص منطقة العنق، وايد مهمة. لا ننسى احنا نسوق، نمسك التليفون، نقعد على اللابتوب، هذه المنطقة تشد، فلازم أسوي لها استرتشات. طبعاً اليوم راح نتكلم عن الدنابل. أنا جبت قطعتين معاي وراح أطبق عليها التمرين، ولكن لازم تحط في بالك أني أنا أقدر أطبق كل أجزاء الجسم بقطعة واحدة فقط، وراح أعطيكم أمثلة عليها بالكامل. أول تمرين راح نستهدفه وراح نبدأ من الجزء العلوي، منطقة الأكتاف، أمامي، جانبي، خلفي. راح أحكم يدي على الدنابل بهذه الطريقة، وراح أطلع الدمبل للأمام، يا أطلعها يمين يسار أو الاثنين مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعت الوزن للأمام، أنا أستهدف عضلات الأكتاف الأمامية. الحين راح أطلع الوزن على الجانب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سحبت يدي للجنب، أنا أستهدف الأكتاف الجانبية. الحين راح أستهدف الأكتاف الجهة الخلفية بهذه الطريقة، وأرفع الأوزان للأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الزوايا كثيرة وفي تمارين كثيرة للأكتاف، طبعاً نقدر نبحث عنها ونشوف في تمارين كثيرة. راح أسوي كل تمرين 3 جولات، والتكرارات يعتمد عندك من 8 تكرارات أو 6 تكرارات إلى 30 تكرار على حسب الوزن والهدف. الحين راح نبدأ بتمارين عضلات الباي والتراي. أنا أسحب الوزن وأرفعه بالطريقة اللي أنا فيها بيستهدف عضلات الباي. 1 2 3 4 5. نتنفس. 6 7 8 9 10. نروح حق تمارين عضلات التراي. أنا راح أميل بهذه الطريقة وأرفع المرفق للأعلى وأسحب للخلف. 1 2 3
أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. أنا استهدفت عضلات التراي وأقدر استهدفها من الأعلى بهذه الطريقة. أي زاوية ممكن فيها مقاومة لعضلات التراي أنا راح أبلش عليها. الحين راح أبدأ بتمارين لعضلات الصدر وين بوضعية الرقود على الظهر. راح ننزل تحت بنفس الوضعية هذه وراح أنزل الوزن تحت وأتفعل الأعلى. اثنين ثلاث أربع، طبعاً المرفق ما يكون للأعلى يكون للداخل شيء بسيط. خمس ست سبع ثمان تسع عشر. نرتاح شوي. طبعاً أي دفع بالوضعية اللي شفتوها الحين بالتمرين راح أشغل عضلات الصدر، وراح أعطيكم مثال ثاني على تمرين لعضلات الصدر. من تحت راح أرفع، من تحت راح أنزل الوزن بهذه الطريقة وأرجع للأعلى. اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. ناخذ راحة بسيطة ونتنفس. طبعا تمرين إضافي لعضلات الصدر، أسكر الأوزان للداخل وأنزل تحت وأدفع للأعلى. اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. وأقدر أشغل عضلات البطن عن طريق اللي أرفع الوزن وراح يصير في مقاومة أثناء خروجي للأعلى. ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. طبعاً شخص مبتدئ ما يحتاج تستخدم الوزن في تمرين البطن. شخص مستواك متقدم وتشوف أن عضلات بطنك قوية اشتغل بالمقاومة. ولكن ما له علاقة تمرين البطن بخسارة الدهون في البطن. يعني عندك كرش، عندك دهون في منطقة البطن، مو معناته راح تتمرن بطن الكرش راح يروح. أنت تمرن بطن تمارين مقاومة بهدف تقوية عضلات البطن. أما الدهون اللي في منطقة البطن أثناء تمارين الكارديو وتعديل نظامك الغذائي راح تخسر هذه الدهون. ولازم نركز بشكل رئيسي، خسارة الدهون في منطقة البطن تعتمد على نظامك الغذائي بشكل رئيسي، وبشكل ثانوي زيادة حرق السعرات الحرارية بتمارين المقاومة والكارديو. الحين راح نعطيكم تمرين لعضلات الظهر. عضلات الظهر أي شيء فيه سحب من الأعلى من الأسفل راح أشغل عضلات الظهر. أنا بنفس الوضعية اللي أنا عليها حالياً، الوزن تحت راح أسحبه للأعلى. واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. خلصنا من الجزء العلوي وراح نروح إلى الجزء السفلي، ولكن قبلها خلونا نشوف جمال منطقة سوق الوكرة القديم. We'll be right back.
طبعا تمارين الجزء السفلي لا تقل اهميتها عن الجزء العلوي، ومن المهم جدا ان نبدا بالجزء السفلي. طبعا اي بيت انت تفكر انك تبني لازم تركز على الاساس، وتمارين الجزء السفلي هي الاساس. اول تمرين لعضلات السمانه، عضلات البطه، عن طريق الدفع بالمشط، مشط القدم للاعلى. انا معاي الوزن عشان ازيد المقاومه، واقدر اطبق هذا التمرين من غير استخدام اي وزن. 5 6 7 8 9 10. تمرين السكوات، اقدر ارفع الوزن هني، اقدر اثبت الوزن هني، اقدر اثبت الوزن للامام باللي يناسبك، وانزل للاسفل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا اركز اكثر على عضلات الفخذ الاماميه بهذا التمرين، ابي اركز على عضلات الفخذ الخلفيه. راح انزل للاسفل بهذه الطريقه، واطلع واشد كل الجزء السفلي، وانا مودي الحوض للامام. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ نفس ونرتاح. تمرين اللانشز للأمام، 1 2. أنا اليوم متعمد أتمرن في منطقة نملية عشان أرويكم أن أنت تقدر تتمرن في أي مكان، وفي نفس الوقت تساعدك هذه المنطقة للتوازن. وأفضل أنك تتمرن وأنت حافي عشان تقوي العضلات أو بصمة القدم من أسفل الرجل في منطقة الكاحل. 6 7 8 9 10. التمرين الثاني نفس التمرين اللي رحنا فيه للأمام، ولكن راح نروح للخلف. 1 2 3. لأن الأغلب يطبق هذا التمرين فقط للأمام. أي مكان يسمح لك المفصل والعضلات أنك تروح عليها طبق، وقوي العضلات المحيطة بجميع مفاصل الجزء السفلي. 7 8 9 10. تمرين سكوات ثاني، سوم سكوات البعض يعرفه. أفتح رجلي وتكون الأمشاط بشكل 7 للخارج. أحط شيء في بالي أثناء نزولي للأسفل، الركبة تروح باتجاه المشط ما تروح للداخل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نرتاح وناخذ نفس عميق وبطيء. تبي تزيد القوة المميزة بالسرعة، زيد التكرارات عشان تكون عندك العضلة سريعة، وبالذات الناس الرياضيين يحتاجون قوة مميزة بالسرعة. تحتاج قوة انفجارية، تقدر تقفز بهذه الطريقة، وأقدر أستخدم فيها الوزن إذا كنت أنت بمستوى متقدم من هنا، وأدفع للأعلى وارتاح، أرجع مرة ثانية من تحت أدفع للأعلى وأرتاح. ناخذ نفس عميق، نحرك شوي عضلات الجزء السفلي،
طبعا احنا بشكل عام ركزنا على كل عضلات الجسم عشان تشوفون ان ما في شيء مستحيل ونقدر نتمرن في اي مكان. المشكله وين؟ المشكله فينا اذا احنا رياضه مش اولويه في حياتنا. نخلي التمرين والرياضه اولويه في الحياه راح تلاحظ ان فيها وقت موجود على مدار اليوم وتقدر تتمرن قبل الدوام، بعد الدوام، في الليل، قبل لا تنام. الرياضه ما لها وقت معين، اي وقت على مدار اليوم تقدر تتمرن. نتمنى ان حلقه اليوم نالت اعجابكم. نشوفكم في الحلقات القادمه، واهم شيء الاستمراريه والاراده.